السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة مرحبا العلم، معكم ماستر. طبعا الجو زي ما انتم شايفين قاعد على البحر، شوال السباحة والبحر هنا، وسبحت لين ما طلع السباح من خشمه، فجالس دحين اتشمس. طبعا ما عندي الكريم هذا حق التان، بس اني قاعد اريح شوية بعدين انزل الموية زي ما يقول لك فاصل وانا واصل. المهم جايب لكم تحدي مرة بطل، تحدي اني اشرب الكولا هذي في جغمة واحدة. ايش كيف كذا جغمة واحدة اشربها كلها؟ شوف كيف مليانة، شايفينها مليانة، اشربها كلها في جغمة واحدة. تحداني يب يا ماستر، انت ايش معاك من حلق؟ مجاري مو حلق، لا لا نجرب ماني خسران. يلا بسم الله. ألم في بطني مو طبيعي، هللي 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 لعن الله. والله جاني ألم، قاعد أشرب كذا جاني ألم هنا في البطن، عارف؟ لأن الغازات تبغى تخرج. شفت الواحد لما يجي يشرب بيبسي اشرب جغمة واحدة بعدين يكرع؟ انا شربت يمكن ما ادري كم لتر شربت، ثاني هذا مين ابغى اكرع، فشلت في التحدي للاسف. يلا نشوفكم ان شاء الله المنتجع، السلام.